سيد نصير، حضرتك يعني اسم معروف كثير، واسم قدرت في 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 يعني في في فترة طويلة قصيرة قدر يكون موجود، وقدر يكون من العمالقة التلحين إذا صح التعبير يعني. بس ليش يعني، ليش نصير شم اختار صوت لطيفة ليكون هو اللي النبراس او اللي يوصل للشاب العربي؟ خلينا يعني لطيفة مش انتقاصا من شأنها، تحياتنا ليها هي في كل الأحوال، طبعا بس ليش لطيفة مش غير لطيفة، لطيفة؟ كلمة واحدة دقيقة واحدة ما استغرق الحديث معها، من تقولها عمل عن العراق تقول لك أنا عيوني للعراق، تقولها عمل عن فلسطين تقول لك عيوني لفلسطين، تقولها عمل على لبنان تقول لك عيوني للبنان. هي عدها حتى لطفي بوشناق دقيقة ما أخذت المكالمة معه فورا وافق وبعثناه للعمل وسجل صوته على حسابه وبعثه، يعني مو بس صوته مجانا، لا حتى الاستوديو هو على حسابه. فلطيفة عندها حس وطني حقيقي لا غبار عليه. أول ما طلبتها بعمل عن العراق اسمه كان سلام على دار السلام، فورا دخلت وبذلت وقت وجهد وطاقة فيه. لما صار مرة ثانية طلبت مني لحن في العمل السيدي أنت اللي حالي عارف. هذا اللي موجود بالسوق، عملت لها أغنية اسمها لو سهران حبيبي للشاعر بهاء الدين محمد. بعدها لما صارت حرب غزة اتفقنا انه نعمل عمل، وكلمتها وتعالي شو لازم نسوي، وهي قالت لي يعني اريد اسوي ومحتارة وكذا وهذه النصوص، وجلسنا في هم عندها، مو مشغولة بس انها مهم انه الفنان ينشغل بنفسه، بس اهم انه ينشغل بقضايا بالقضايا. الناس، لان هذول الناس هم اللي مسويك فنان وهم اللي معطيك قيمتك بالمجتمع. فهذا اللي حاصل الحقيقة. لكنه لطيفة ما عندها مشكلة تترك شغلها كله وتجند كل وقتها، ودخلنا سجلنا العمل اللي هو يا عدوي. طبعا ما كان في إنتاج وكان في غزة، ما حد يخاف يقرب من اسم غزة، فأنا أتحمل تكاليف العمل المادية كلها. وتتكلمي عن عمل لما تغنيه فنانة معروفة والملحن أيضا يخاف على اسمه، فدخلنا سجلنا بأحسن استوديو وجبنا أحسن موسيقيين بمصر، فالعمل كلف كان مبلغ لا بأس فيه كله أنا تحملته. هي لطيفة متبرعة شاركت بصوتها وأنا متبرع بلحني وأيضا بإنتاج العمل يعني كله.